انا هاد الهضره ما تهضريش معايا، سير الله يسهل عليك، راه ربي اللي كيكتب الارزاق. هذه اللي بغيتكم انا تامنوا بها، الارزاق بيد الله، الارزاق بيد الله ماشي بيد العباد. شتي لو كان الرزق بيد العباد وحق الله القسم حتى شي ياكل شي، ولكن الحمد لله الوقت هذه ونشرح لها هذه وندير معها هذه، وفي الاخر والله اش غادي نقول لكم، لا حول ولا قوه الا بالله. الدنيا فيها الصالح والطالح، فيها الزوين وفيها الخيب. واصعب حاجه في حياتي تعلمتها هي التعامل مع النساء، التعامل مع العيالات خايب بزاف 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 بزاف. السلام عليكم خواتاتي، صباح النور، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان، اموركم على خير؟ المهم كنصور هاد لا فيديو هذا في الصباح، وانا عارفه ومأكدة انكم غادي تشوفوه حتى حيت كنحط لي فيديو ديالي نورمالمون في العشيه. شحال هادي ما حطيت لكم حتى شي فيديو. هاد الصباح دخلت اليوتيوب وكنقرا لي ميساج، فريمون حسيت براسي انني توحشتكم بزاف بزاف بزاف، حيت اليوتيوب عرفني على ناس. اش غادي نقول لكم؟ والله القسم اللي عرفني على ناس اللي فرحانه باللقه ديالهم، وعكيف ما عرفني على ناس اللي ماشي كرهوني في حياتي، كرهوني في انني نتعامل مازال مع شي حد ما كنعرفوش. والحمد لله، يعني اللي كنستافدوا منه راه كيبقى حبيب، واللي ما كنستافدوش منه يعني كيضرنا ولا درا كيعلمنا درس. حتى حاجه ما كتمشي هباء. نتمنى انكم تكونوا بخير، احوالكم جيده. نبداو هاد لا فيديو هادي كيف ما العاده بالصلاه على الحبيب المصطفى، اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله. المهم غنجيكم كنهضر بشويه، غادي نجيكم شويه تبدلت، غادي نجيكم شويه غلاضيت. المهم كل واحد كيفاش غادي نجي. شحال هادي ما صورت لكم حتى شي فيديو، قسما بالله العلي العظيم الا كنصور وكنمسح، كنصور وكنمسح، ما بقيتش قادره انني نحط شي فيديو في اليوتيوب. ما عرفتش، وليت كنحس انني كنستنزف واحد الطاقه، واحد الطاقه، واحد الطاقه رهيبه رهيبه بزاف. يعني انني كنعطي وماشي كنعطي وما كناخذش. اول حاجه كنعطي وما كناخذش، ثاني حاجه كنعطي وكيرجع لك بالخايب، يعني ما كيرجعش لك بزوين. كنت في الاول حتى شي واحد ما كيعرفني شنو كندير، كنت خدامه على راسي، كنقلب على راسي. وانا دائما كنقول لكم البنات، راه حتى شي حاجه ما كتجي بالسهل، اللي بغى يخدم واللي بغى يوصل راه كيقلب على راسه، كيضرب تماره. راه الخبز الا ما صرتيهش، الا ما ندغتيهش مزيان، عفوا، راه ما الا جيتي تصرتيه هكاك راه غادي يقتلك، غيوحل لك وغادي يقتلك. ولكن كاين اللي كيبغيها بارده، كاين اللي كيبغي يحيد لك اللقمه من فمك وياكلها، كاين اللي ما عنده غرض اصلا بهذا الشيء، عنده الغرض هو انه يدخل ويضيع لك الوقت ديالك. كاين اللي ملي كتكون انت مشغوله وما كتقدريش انك يكون عندك واحد الكم هائل ديال الرسائل وما كتقدريش تجاوبي، كتجاوبي شويه بشويه كيولي في السب والشتم. كاين اللي ما عنده ما يدير، تيخليك حتى ل 11 ونص ديال الليل ولا ل 12 ولا، ويبدا سر 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 ما كيحشموش. كاين اللي كيدخل كيبدا كيسعى، كلنا كنسعوا باب الله، كلنا كنسعوا باب الله. وانا كنقولها وكنعاود، اللي محتاج ما عمره ما كيطلب وما عمره ما كيمد يديه، اللي محتاج كيضرب تماره وكيحيدها من فم السبع وكيخدم عليها. ولا بغينا نسعى وكنسعى والله كنحطوا الزربيه ديالنا، تنقولها لكم دائما، كنحضرتني يديا تهرست ليا التريبي خصني ناخذها، حيت شحال هادي ما صورت. المهم كلشي خسر، يعني هادشي اللي غادي نقول لكم بالنسبه للكونتوني اللي انايا كنبارطاجي معكم. غادي نبدلو كاريمون، ما بقيتش غادي نبارطاجي شي حاجه لا في التجاره. يعني كاين اللي كيقول لك لا كتعطي غير اللي بغيتي ما كتعطيش، مع العلم انني انا كنعرف بنات اللي بداو معايا والحمد لله راهم ماشيين تبارك الله، طلعوا لي باج ديالهم، كاينه كاع اللي دارت لو سيت ويب ديالها الله يسهل عليها، كاينين اللي داروا دي كارت فيزيت، يعني كاين اللي غدا بخير، يعني بمعلومات اللي عطيتهم عطيتهم في اليوتيوب. كاين اللي عرفت كيفاش تشد وعرفت كيفاش تخدم، وكاين اللي جالسه كتقول لا ما خلانيش راجلي، لا انا مول عندي الدراري كتار، لا انا ما تنتقش في راسي، لا تنتسنى حتى العام الجاي، لا تنتسنى تنشد القرعه. يعني كلها اعذار كاذبه. وهذا الشيء درت لكم فيديو عليه، هضرت لكم على التسويف، لا تؤجل العمل اليومي الى الغد، صافي نوض، اللي بغى يتوكل على الله من ديك اللحظه. حيت بعض المرات كتكون عندنا واحد الطاقه اللي كيخصنا ديك الساعه نستغلوها، اون فوا كنخليو حتى الغدا تقدري تصبحي عيانه، يقدر يصبح عندك شي حاجه جات على غفله، ظروف، اقدار، يقدر بزاف د الحوايج. ولكن ملي كتبداي واحد الحاجه كيخصك ضروري تكمليها، ضروري تكمليها، ماشي مشكل شحال د الوقت غادي تستغرقي.
المهم هو انني نوصل. انا غنبقى نبارطاجي معكم فيديوهات تحفيزيه، اه ماشي مشكل، غادي نبارطاجي معكم شي حاجه اللي نقدر نرشدكم بها للخير، اه ماشي مشكل، ولكن شي حاجه اللي على حساب طاقتي ولا على حساب صحتي فسمحوا لي بزاف بزاف، انا ما نقدرش، انا والله ما نقدرش، ما نقدرش نهائيا، ما عنديش القدره. ربي شاهد عليا، اللي بغات تفهمني على راسي وعينيا، اللي ما بغاتش تفهمني على خاطرها، حيت فعلا كاينين هنايا اخوات اللي انا عزاز عليا بزاف 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 وتوحشتهم بزاف بزاف بزاف، ما عندهم حتى شي علاقه بالتجاره، يعني كيتفرجوا فيا انا كنحس بهم كيبغيوني، كنحس بهم والله الا كنحس بهم عائلتي اللي بعيده عليا يعني. وكاينين الناس اللي كنحس بهم انهم فقط، يعني واخا كتقول لك انا متبعكوش، وحده كتقول لك انا متبعاك وكنشوف لي فيديو ديالك كاملين وشفت داكشي اللي كتنصحينا به كاملين، اختي سهام ولا اختي اسماء ولا كتقول لك اختي غزلان، وانت ما عرفتيش صاحبتي حتى سميتي، وكتقولي انا ماشي مشكل زعما تعرفيني ولا ما تعرفينيش، ولكن الواحد الا بغى المعلومه انا كنعطيها وقت، غادي نعطي واحد النهار ولا واحد اليومين، ماشي كنقول لك شوفيني انا على اي فيديو، حيت بعض المرات راه فيديو يكون فيه 15 دقيقه تقدري انت في دقيقه واحده غادي تهزي واحد المعلومه اللي ما شافها حتى شي واحد، كل واحد فينا وكيفاش كيستوعب الفكره، كل واحد فينا وكيفاش كيستقبل واحد المعلومه، يعني هادشي اللي ما عرفتش انايا عصر السرعه ولا بنادم باغي كلشي من الجاهز، نجي عندك ونقول لك شوفي ها باش تخدميها، مع من تخدميها، كي ها راس المال، ها لي بنك اللي تعاملي معاهم، ها وسائل النقل اللي تعاملي معاهم، انت ما بغيتي تطيحي، انت ما بغيتيش تخسري، انت ما بغيتيش، راه ما يمكنش، راه ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش، راه باش تنجحي في التحضيري ولا في الثاني ولا في الثالث ولا في الباك ولا هذا ضروري ما كتخدمي، ضروري ما كتحضري الاستاذ شنو تيعطيك، واش الاستاذ كيعطيك كلشي، جامي دو لافي، جامي دو لافي، وكاع اللي كيعولوا على الاساتذه راكم كتشوفوا شنو كيوقع، يعني الانسان كيخصو يخدم على راسو، انا نخدم على راسي وما نبقاش نشوف فلان وفرتلان اللي سهل عليه سيدي ربي الله يسهل عليه، واللي ما سهلش عليه دابا يسهل عليه ربي، راه ما تضيع حتى شي واحد، ولكن المغزى من هادشي هو انني انا نخدم على راسي، انا نشوف راسي، ما نشوفش الناس، نتانسبيرا من الناس، اه هادي نتانسبيرا من الناس، قلت لكم دخلوا شوفوا دكاتره في علم النفس يعني باش يعاونوكم، حيت كل ما تقتي في راسك كل ما تقتي في القدرات ديالك، كل ما عطيتي القيمه لراسك، كل ما عطيتي القيمه لداكشي اللي كديري، كل ما الناس حتى هما قيموك بنفس القيمه اللي انت عطيها لراسك. ولكن كاين اللي كيقول لك لا انا ما كنلقاش الوقت للقرايه، عاودي الله يهديك، باش تكوني كتصنتي الاغاني ولا هذا تصنتي لشي كوغ اللي غادي ينفعك، انت في الكوزينه تصنتي لشي حاجه بحال هكا، تصنتي لشي حد اللي ينفعك، بارطاجيت معكم يعني من تقدروا تستافدوا، قلت لكم انا غنبارطاجي معكم كتبه اللي انا عندي والله باقي ما بديتهمش، يعني راه ماشي غبرت غير على اليوتيوب، ولكن فعلا هاد العام هذا داز عليا شويه صعيب، وان شاء الله كل حاجه في وقتها، يعني ملي غادي يوصل الوقت غادي نقول لكم شنو 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 داز عندي ولا هذا، ما كنبغيش نبارطاجي حياتي الشخصيه، يعني ديك لانتيميتي ديالي ما كنبغيش نحطها في لي ريزو سوسيو، واخا في الاول كنت كنبارطاجي روتينات، ولكن راه واحد الجزء بسيط جدا، واحد الجزء اش غنقول لكم شويه، انا ماشي من دوك الناس اللي كيعجبني انني نبارطاجي ها فين مشيت، ها شنو درت، ها شنو شريت، ها شنو كليت، ها شنو درت، يعني نبارطاجي شي حاجه اللي تقدر انت تستافد منها ولا انت تستافدي منها. وفاش كنت كنبارطاجي معكم هاد لو كونتوني ديال التجاره الالكترونيه كنت حاسه في الاول بالفرحه، كنت كنصور لي فيديو ديالي وانا فرحانه، وكنقول ماشي مشكل شتي يستافدوا غير 5 د الناس ولا 10 د الناس، ونسمع ديك الله يرحم الوالدين والله الا بخير، وكنت كنسمعها في الاول. دابا ولاو كيدخل اللي بغا تخدم في الجمله، بغا تخدم في الجمله ديال 10 دراهم وديال 20 درهم، بغا تخدم في لاكاليتي وفي الحقوق الثمن ديال الفراشه، 5 البياسات غاليين جمله، مع العلم انني انا بعدا كنعرف الجمله انها يعني كتبدا بلا كونتيتي، كل ما خديتي كونتيتي يعني كل ما خديتي العدد كل ما كانت الجمله ناقصه، انا هادشي اللي كنعرف، اما 5 البياسات ولا 10 البياسات هادشي راه جمله ثانيه، وشرحتها لكم مره ما جوج، قلت لكم البنات راه بحال كتعاونوا بحال كتقسموا الرباح، يعني كتكون واحد الوسيطه اللي كتمشي كتجمع لك السلعه وكتصيفطها لك، هي كتربح واحد النسبه وانت كتربحي واحد النسبه، كانت عندك القدره وكنتي قادره انك تمشي تقضي لراسك كان افضل، يعني كتهزي الترونسبور ديالك وكتمشي وكتقضي السلعه كتشوفي بعينيك، كتشوفي الكونتيتي اللي انت قادره، كتوي على راسك وكتجيبيها، ماشي انتي كتسخري واحد السيده وبغيتيها هي ما تديش الرباح ديالها، وانتيا يعني كتجي كتقولي 5 البياسات لا غير بياس جوج بياسات ولا ثلاثه بركه، ماشي ما 5 بزاف، ودخلنا عليكم بالله العلي العظيم، واش 5 البياسات واش جمله، ودابا دخلنا عليكم غير بالله غير بالواقع، ما فهمتش انا والله ما فهمت عاد باش بنادم
ما كيفكرش يعني. بعد السلعه ديال الاكسيون لقيت فيها مشكل، مع انني في الاول كنت خدامه انا والسيده، كانت كتجمع السلعه كتصيفطها لي كنخدم فيها على خاطر هي ما كتزيرني وانا ما كنزيرها، وكنا كنخدموا اليس. دابا منين ولينا كنخدموا في يعني في الجمله، وليت كنلقى مشكل، لا هذه غاليه، لا علاش انت حاسبه هذه ب 40 درهم وهي دايره غير 2 اورو في في في, في, في اكسيون. 2 اورو اللي هي شحال، هي 20 درهم وانا شحال حاسبها 40 درهم. فين هو لي شونج؟ فين هو الترونسبور ديالها؟ فين هو ربح ديك السيده اللي كتمشي تقضى؟ فين هو ربحي انا؟ دخلنا عليكم بالله لما نتوما حللوها. يلاه دابا 20 درهم 40 درهم نتوما حللوها. يعني هادشي كنعطيكم غير مثال، ما فهمتش انا بنادم، ما فهمتش يعني كيبغي كيبغى غير لراسو. انا ما انا بعدا تنهضر على راسي، اعوذ بالله من قلت انا فاش كنشوف شي حاجه كتعجبني كناخذها بدون ما نتناقش. منين كنشوف شي حاجه ما سلكتنيش كنرجع اللور، لا داعي انني نخلي شي كومونتير نبقى نعير فيه، لا داعي انني نقول سيده غاليه ولا لقيتها رخيصه ولا فلانه كتبيع ارخص منك ولا. كل واحد يبيع باش ما سلكو. الريبه ماشي الريبه، كل واحد غادي يتحاسب على راسو، كل واحد كيشوف شنو غادي يرضى على راسو، كل واحد كيخدم بالضمير ديالو. هادشي اللي كاين، حيت انا كنشوف امراه في السوق تبارك الله تيديروا اثمنه خياليه وغاديين كاع ما مسوقين ممشين، وباش كتمشي تقضى انا السيده تاجره كنعرفها وعزيزه عندي، وكتقول لي كتقول لي زين فوق ما كنطيح في الثمن ما كيشريش من عندي الكليان، فوق ما كنزيد في الثمن كنعطي السلعه ديالي القيمه ديالها. واش انت يا صاحبتي كتمشي للفراشه كتمشي للسويقه؟ انا ماشي كنعير الفراشه، حتى انا راه كنلبس منها، حتى انا راني بنت الشعب، ولكن كتمشي للفراشه كتلقاي بيجامه ب 30 درهم وكتجي كتقولي لا انا راه بغيت بحالها لقيتها ب 30 درهم. ابنتي راه ماشي نفس الثوب، راه كتكون بروميير كاليتي دوزيام كاليتي تروازيام، راه كيكونوا لي ليميتاسيون، راه خاصك تفهمي بزاف ديال الحوايج. وانا ما تنقولكش كنقولك خدمي على قدر جيبك، سلكاتك مرحبا ما سلكاتكش مرحبا. دابا انا كاينين عندي كليان والله القسم الا كنعرفهم كل وحده، خصوصا دوك اللي بداو معايا من الاول، كنعرف اللي كتبغي الرخا وكنعرف اللي كتبغي الغالي، وليت كنعرف حتى كل وحده واللو كو ديالها، كل وحده والذوق ديالها. يعني انا يكفيني انني نخدم مع مع تقسيط باش ما نكذبش عليكم فيه الربح، ناقصني صداع الراس احسن من انك الجمله كتبقي على خمسه البياسات. لا ونقصي ليا، واش عباد الله حاجه دايره 30 درهم تقول لك لا وخلى لي غير ب 20 درهم؟ وراه 20 درهم انا قسما بالله ما مقيومه عليا ب 20 درهم. بعض المرات كتكون الحاجه انا والله ما مقيومه عليا ب 20 درهم، يعني كنكون واخداها بواحد 24 درهم ولا ب 25 درهم، وكندير ديك درهم ديال الترونسبور حيت كنقول ماشي مشكل راه لا كونتيتي وغادي نعاود فيهم، يعني انا دايره فيهم جمله راه بنادم تا هو غادي يزيد واحد سميتو، وتا كنصدقوا في الهيئه فيما يوم لونوها عاد باش ناهيك على الناس اللي كتدخل عندك غير باش تهز التصاور، باش داكشي باش كتخدمي انتيا تخدم بهم انت تضربي تماره وصوري. يعني اللي بغيت نقول لكم هو انه الانسان باغيها بارده، ما باغيش يخدم على راسو، باغي السهله وما كيعتمدش على راسو وما كيديرش الابداع، ما كيكونش مبدع، ما كيديرش شي حاجه ديالو. يعني دائما كيبغي انه ياخذ ديك شي حاجه ديالك، انه ينقل منك، وما هكا راه ما عمرك ما تميز في السوق، وما عمر ما الناس يبغيوك ويعرفوك، وما عمر ما الناس يتعاملوا معاك. انا ملي كتدخل شي وحده كتقول لي اختي جاتني غاليه كنقول الله يسهل عليك بلاصه اخرى، نقصي ليا كنت قادره انني نقص لها فعلا كنقص، ما كنتش قادره كنقول اختي لا ضرر ولا ضرار، لقيتيها رخيصه بلاصه اخرى سير الله يسهل عليك. وقعات البنات اللي تعاملوا معايا غير في العطور العربيه وخداوهم من بلاصه اخرى، جاوا قالوا لي راه لا علاقه لا علاقه لا علاقه، قلت لهم تبعتوا الثمن لقيتوا الثمن سيروا الله يسهل عليكم. انا كنعرف راسي مزيان فاش كنخدم، خصوصا السلعه اللي كنخدم فيها وكنعاود. هادشي اللي بغيت نقول لكم. المهم طولت عليكم هاد لا فيديو حيت بزاف ديال لي كومونتير وبزاف تيدخلوا عندي البنات في الواتساب كيقولوا لي زينب تغبرتي توحشناك، والله لا انا توحشتكم. المهم راه غادي نبان لكم غير من وجهي، راه عيانه ما دايره حتى شي حاجه، عيانه فريمون، ولكن الحمد لله يعني المرض ديالي اولا العيا ديالي ماشي شي حاجه خايبه ولا شي حاجه غاب ولا شي حاجه اللي انا فرحانه بها. الله يعطي لكل وحده فيكم داكشي اللي كتمنوا، وان شاء الله غادي تعرفوا كلشي في وقته، كل حاجه غادي يعني داكشي اللي نقدر نبارطاجيه معكم فراه غادي نبارطاجيه معكم. وكنقول لكم انني غادي نبدل الكونتوني، يعني ما بقيتش غادي نبارطاجي شي حاجه اللي غادي تضرني انايا ولا اللي غادي نحس بها انها كتستنزف الطاقه ديالي، غادي نبارطاجي معكم على قدر المستطاع ديالي، يعني الخدمه ديالي والجمله كنفكر انني صافي نحبسها ما بقيتش نديرها. كاينين البنات اللي كنخدم معاهم ديجا يعني انا مرتاحه انا وياهم فعلى الراس والعين، اما دوك اللي مساليه راسهم وكتلقاها كبرات ولا دابا غايف من تشد ولا هذا، انا يا معقوله وكنبغي نخدم بقلبي وكنبغي نخدم بنيتي وربي شهد عليا، يعني ما غاديش نشهد عليا شي حد اخر، ربي شهد عليا وعالم على ما في قلبي وعالم على داكشي اللي انا كنبارطاجيه. وهادشي اللي غنقدر نقول لكم، هادشي اللي غنقدر نقول لكم، والله يعطي كل واحد على قد النيه ديالو.
ها فين غبرت صافي. المهم بزاف ديال الاسئله، نتمنى انني نكون جاوبت جاوبتكم عليهم كاملين. والله الا انا توحشتكم بزاف بزاف، والله يخليكم ليا، وشكرا لكم بزاف بزاف على الدعم ديالكم وعلى التشجيع ديالكم. ومن طبيعه الحال هذه القناه انا كنت كنفكر كاع نسدها، ولكن هكا مره نطلع لكم وتطلعوا عليا، نستافدوا من بعضياتنا، حيت استفدت بزاف منكم، استفدت بزاف من الناس ديال القناه، خصوصا العام اللي فات فاش كنا كنديروا لي لايف، كنت كنجمع معاكم، كنت كنحس بكم قراب ليا، والله كنتوا كتعمروا عليا الوقت ديالي. وان شاء الله اللي جاي غيكون زوين، والله يسهل عليكم. واي حاجه اللي انا نقدر نعاون فيها، ولا اي حاجه اللي نقدر انني نساعد فيها، على الراس والعين، ولكن ما تكونش على حساب الصحه ديالي، وما تكونش على حساب هضر الطاقه ديالي، وما تكونش انني انايا يعني انا نضرر. هذيك اللي ما غاديش نقبلها مازال، حيت والله القسم كنت كنقير شاده التليفون من الصباح حتى الليل، وانا نهضر مع هذه ونعطي الوقت لهذه ونشرح لهذه وندير مع هذه، وفي الاخر والله اش غادي نقول لكم، لا حول ولا قوه الا بالله. الدنيا فيها الصالح والطالح، فيها الزوين وفيها الخيب. واصعب حاجه في حياتي تعلمتها هي التعامل مع النساء، التعامل مع العيالات خايب بزاف 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 بزاف، والله القسم. العيالات صعاب، حتى انا مراه والله القسم، زعما كنهضر معكم من قلبي، حتى انا مراه، ولكن كاينين شي عيالات اللي كيكرهوك في التجاره وفي اللي يجيك من التجاره. كاين اللي كتقول لك صافي انت تكبري راس المال على ظهري انا، ولا صافي نشري من عندك انت، يا لا اللهم امشي اختي للحانوت نتخير. سيري ما تقوليش لي انا هاد الهضره، ما تهضريش معايا، سيري الله يسهل عليك، راه ربي اللي كيكتب الارزاق. هذه اللي بغيتكم انا تامنوا بها، الارزاق بيد الله، الارزاق بيد الله ماشي بيد العباد. شتي لو كان الرزق بيد العباد وحق الله القسم حتى شي ياكل شي، ولكن الحمد لله اللي ربي اللي كيعلم شنو كاين في القلب، وانه ربي اللي كيرزق كل واحد فينا على قدر النيه ديالو وعلى قدر الخدمه ديالو. شتي دوك الناس اللي كيقولوا لي شوفي شحال وحنا خدامين وراه ما تيسرتش، عارفي راسك انه هناك خلل، وان شي حاجه ماشي هي هذيك، شي حاجه ماشي هي هذيك، حيت ربي راه ما تيظلمش. راه شوفي، وان اصابتكم سيئه فمن سيئات فمن انفسكم، ما بغيتش نحرف الايه ولكن هذا هو المغزى ديالها. اي حاجه جاتنا خايبه راه من ريوسنا، واي حاجه جاتنا زوينه فذلك فضل من الله فقط. هادشي اللي غادي نقول لكم، خدموا على راسكم، اللي بغات توصل راه غادي توصل، ولكن خدمي على راسك. انا كنقولها وكنعاود، خدمي على راسك الله يرضي لك، خدمي على راسك، ما تسنيني لا انا لا حتى شي حد اخر يعطيك. كلشي كاين دابا في لي ريزو سوسيو، كلشي كلشي متوفر، وما تسني حتى شي واحد يعطيك، حتى شي واحد ما غادي يعطيك داكشي اللي هو كيقتات منه. هذه ديريها في بالك، يعني حتى شي واحد ما غيعطيك، كلشي على صحن من ذهب. انا شفت بنات في تيك توك والله القسم كتقول لك لا مستحيل انا نعطيه، شحال من وحده جات عندي قالت لي زينب في خبارك كتعطي كلشي، انا اللي جات كتقول لي التليجرام، كنقول لها كاين هاكي بغيتي ما تخدمي هاكي يعني كون بحال ما عطيتش قيمه اصلا داكشي اللي كندير. حيت فعلا في الاول انا كنت كنقول بغيت غير نونس راسي نعمر وقتي وهادشي اللي كاين، ولكن المهم بلا كثرت الهضره حيت صافي سخفت ولا تسخفت، تهلاو عليا في راسكم. نتمنى ان الميساج يكون وصلكم، حيت فعلا كاين اللي كيوصلوا الميساج ديالي، وكاين اللي كيجي انني كنهضر بزاف وانا ما كيهمنيش الامر، يعني انا كنشوف راسي انني كنوصل المعلومه. دوك الناس اللي بغيتهم يفهموني راهم كيفهموني، اللي لقات راسها ما مرتاحاش في لا فيديو تقدر تخرج منه وصافي، هادشي اللي كاين. يلا كنبغيكم كنحماق عليكم، ان شاء الله يا ربي غيكون فيديو جاي زوين احسن من هذا. نبارطاجيو شي حاجه زوينه، شي حاجه اللي تستافدوا منها، نفوجوا على بعضياتنا، والله يسهل عليكم، والله يعطيكم ما كتمنوا يا ربي. الحبيب كاملين كاع اللي في قلبها شي حاجه الله ييسر ليها يا ربي الحبيب. يلا باي باي، تهلاو في راسكم.